ايه موضوع الادجكتيفز والادفيربس ده يا شباب؟ انا هقول لك باختصار شديد جدا يعني ايه ادجكتيف وبتستخدمها ازاي، يعني ايه ادفيرب وبتستخدمها ازاي، وازاي لما تلاقيهم في سنتنس تتاكد ان هم مستخدمين صح. طبعا حضرتك كدارس للغه الانجليزيه لازم تبقى عارف ان الادجكتيف ديسكرايب ناون او بروناونز. طب يعني ايه ادجكتيف اصلا؟ ادجكتيف يعني صفه، زي مثلا كلمه كويك دي ادجكتيف، كلمه سترونج دي ادجكتيف، كلمة easy دي adjective. هقول لك مثلا I need a quick answer، كلمة quick دي adjective بتوصف noun اللي هو answer، الإجابة عايزها تبقى سريعة. طيب كلمة strong adjective، لما أقول لك مثلا she is strong، هنا بوصف كلمة she أو pronoun اللي هو she بوصفه إن هو strong. يبقى مرة quick وصفت لي noun، مرة strong اللي هي adjective برضو وصفت لي pronoun، يبقى أنا بستخدم ال adjective عشان أوصف pronoun. إيه بقى ال adverb؟ ال adverb هي كلمات بتوصف verbs، بتوصف adjectives، بتوصف adverbs. تاني ال adverbs بتوصف تلات حاجات، يا إما توصف verb، يا إما توصف adjective، يا إما توصف another adverb. زي مثلا إحنا قلنا إن quick دي adjective، طب الادفيرب منها ايه؟ quickly. قلنا كلمة strong دي adjective والادفيرب منها strongly. وتعال نشوف الفرق بين التو examples اللي جايين. لما اقول لك مثلا she is a strong girl، هنا كلمة strong بتوصف noun اللي هو girl، بقول عليها ايه؟ strong. عشان كده قلت طالما انا بوصف noun يبقى هقول strong. طب لما اقولها كده she pushed the car strongly، زقت العربية بقوة، هنا قلت strongly. ليه strongly اللي هي adverb؟ خدت بالك ان strong adjective، strongly adverb. ليه هنا قلت strong مع girl؟ لان بوصف noun عشان كده احتجت adjective. طب هنا ليه قلت strongly؟ لان بوصف verb اللي هو pushed. How did she push the car؟ She pushed the car strongly. تعال ناخد example كمان عشان نفهم أكتر. لما أقول لك مثلا we had an amazing day، طبعا هنا قلت على day amazing. طب بص كده we spent our day amazingly at the park، we spent our day amazingly. ليه هنا قلت amazing؟ لأنك بتوصف day. طب ليه هنا قلت amazingly؟ لأنك بتوصف spend. How did you spend your day؟ I spent my day، أو we spent our day amazingly. Spent ده verb طبعا. طيب ينفع أقول we have a strong and amazingly leader؟ طبعا لا، لأن كلمة leader دي noun، أنا بوصف الناون بإيه؟ بadjective. ممكن أوصفه بأكتر من adjective، إنما ما ينفعش أوصف noun بadjective وadverb في نفس الوقت، لأن هو noun ما بيتوصفش غير بadjective. فهقول we have a strong and amazing leader. يبقى زي ما شفنا كده احنا بنوصف كلمة distribution هنا. لو تاخد بالك there is also a highly and unequal distribution. Distribution دي noun، انا لما بوصف noun زي ما اتفقنا بنوصف الناون بadjective، ما ينفعش اقول عليه مرة وصف بadjective unequal ومرة تانية بadverb، طبعا غلط. يبقى اما تقول لي high and unequal، يا إما وده مش موجودة هنا طبعا، يا إما تقول لي highly unequal. يبقى هنا في هذه الحالة highly اللي بتنتهي بLY دي adverb، والadverb ده بيوصف unequal، لأن unequal adjective، وإحنا قلنا لما بنوصف الadjective بنوصفها بadverb. زي ما بقول لك مثلا very beautiful girls مثلا، فكلمة girls دي noun، beautiful هو مين اللي beautiful؟ girls. يبقى أنا بوصف الناون هنا بadjective أهي اللي هي beautiful، وكلمة very ده adverb بيوصف الadjective. هما مش بس beautiful، هما very beautiful. هي مش بس unequal، it is highly unequal. يبقى correct answer هنا هتبقى D.